خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات اسمعوا واستنوا نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام صحتي في الطعام أنمو بانتظام غذائي السليم السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي، سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين B3، ويرمز له باللاتينية B3، وهو يساعد على تنشيط الجسم ويفتح الشهية ويحافظ على سلامة الجلد. يوجد فيتامين B3 في لحم البقر، السمك، البيض والخبز. ما رأيكم؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بفيتامين B3. انظروا، فيتامين B3 موجود في لحم البقر، السمك، البيض، البندق والخبز. فيتامين B3 يساعد على تنشيط الجسم. فيتامين B3 يساعد على فتح الشهية. ويحافظ على سلامة الجلد. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات اسمعوا واستنوا نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام صحتي في الطعام أنمو بانتظام غذائي السليم نصيحتي نصيحة حلا.